والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قسم السنة الثانية متوسط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. اليوم إن شاء الله عندنا وضعية تاع كسور راكم تلاحظوا فيها، وضعية تاع كسور راح نديرو ندير لكم تنجمو تشوفوا أن كابتور ديكرون تاعها. كابتور ديكرون طريقة كيما هذه، واني درت لكم فيسبوك تسمى تنجمو تشوفوا النص تاعها في فيسبوك. نقرا مع بعضنا واش تقول، واش يقول تقول الوضعية. يتقاضى موظف، يعني تهضر على الكسور، يتقاضى موظف راتب شهري يقدره 4 ملايين و 200 يعني 42 ألف دينار جزائري، يخصص منه ثمن للكراء و 7/12 للأكل و 5/24 للملابس. يعني من الشهرية هذه، هذه هي كيفاش يقسمها ويبقى له طرف كما قلنا. السؤال الأول كان أي المصاريف أكثر استهلاكا؟ أي المصاريف أكثر استهلاكا؟ يعني من خلال الكورسور تاعك أنت راح دير واحد العملية، ها اللي هي اسمها عملية وشي وتوحيد المقامات، راح تعرف شكون هو الكسر الأكبر. الكسر الأكبر معناه هو أكثر استهلاكا. السؤال الثاني، ما هي مصاريف الأكل والكراء والملابس؟ هذا سؤال بسيط. السؤال الثالث، أوجد الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي. هذا سؤال دقيق، ما نقولوش صعيب، سؤال دقيق يحتاج منا إلى تركيز. السؤال الرابع، أحسب بطريقتي المبلغ المتبقي بالدينار. آخر سؤال رقم 5، قالك إذا ادخر هذا الموظف كل مبلغه المتبقي، كم من شهر يلزمه لشراء غسالة بمبلغ قدرها 21000 يعني 2 ملايين و100؟ هذه الشهرية تاع مبلغ الغسالة هو 2 ملايين و100، 21000. قالك قداش نشهر باش واش باش يشتري الغسالة هذه، قداش لازم له من شهر؟ راح نحلو هنا ان شاء الله، نحلو في السبوره هذه. نحبكم لو تركزوا معنا مليح، ركزوا معنا مليح لاقصى درجه. اليوم الشرح راح يكون دقيق جدا، نحاول نشرحه بطريقه انه الطالب ان شاء الله يفهمنا مليح ان شاء الله باذن الله. صلي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد. بسم الله، صلى على محمد. قلنا يتقاضى موظف راتبا شهريا قدره 4 ملايين و200، تسمى 4 ملايين و200 هذه 4 ملايين و200 هي المبلغ تاع الشهريه تاع بابا. بابا يخلص 4 ملايين و200، اسمع مليح، نضرب بالدرجه باش نفهموا بعضنا مليح. هاي الشهريه تاع بابا، هذه الشهرية تاع بابا 4 ملايين و200، 4 ملايين و200 هذه دينار جزائري مليح. واش يدير منهم؟ راح يقسمها على 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 حسب التمرين او الوضعيه، قسم على ثلاث حوايج. الثمن خصصه للكراء يخلص به الكراء، و 7/12 خصصها لواش؟ للاكل، كيقولوا الاكل والشرب، و 5/24 لواش؟ للملابس. هذا اللي شتي يقول، هذو هذه طاغيه الدروب المدرسيه هذه من تمن الشهريه هذه، او كيفاش قسم مليح. اذا الشهريه تاع بابا 4 ملايين و200، خص منها ثمن للكراء، 7/12 للاكل، و 5/24 للملابس. للملابس انا راح نعطيك واحد حاجه ملاحظه برك يا جماعه، ما وراء الستار، يعني الداخل واش هي؟ كاين الستار وكاين ما وراء الستار، واش هي؟ الطالب هنا لابد انه يعرف الكسر الوحده، وقلناها لكم الاولاد هذه، قلناها لكم في الدرس ونعاودوها اليوم. كسر الوحده مين نجيبوه؟ نجيبوه من المقام الاكبر. لاحظوا نقراو شكون هو المقام الكبير. هذا المقام تاعو 8 وهذا 12 وهذا 24، شكون المقام الكبير؟ هو 24. تسمى الشهريه تاع بابا تمثل وحده، يعني شنو تمثل؟ كلشي بكسر وحده قدرها كم؟ 24 على 24. دونك هنا الكسر الشهريه تاع بابا اشفع عليها مليح، الكسر تاعها هو 24 على 24. نعاود منين جبت الاستاذ 24 فهمني بها 24، قلنا نروحوا نقراو المقامات تاع الكسور تقسم ونشوفوا شكون هو العدد الكبير. نعاودوا نقراو مع بعضنا، ارواح نصبوه بلون مخالف، ارواح نصبوا المقامات بلون مخالف. هذا 8 مش فاهم مليح، وهذا 12
واش فهمنا؟ وهذا واش هو؟ صحيح. درك الاولاد مادام المقام هذا الاكبر هو 24 دونك الشهريه تاع دابا الكل هي تمثل واحد لوحده ماشي هي نديروها واحد او كنت تقسم 24 ل 24 كدا النتيجه واحد على سنين الواحد هي كسر واحد على ما درتش الوحده هذه على ما درتهاش 8 على 8 هاي 8 على 8 حتى هي واحد صح ولا قال لي لا الاستاذ كسر الوحده لابد ان تمثلوا بالمقام الاكبر عاود معايا بالمقام الاكبر شوف السؤال دوز قال لك اي مصاريف اكثر استهلاكا يعني وكانه قال لك قارن لي بين هذا وهذا وهذا شكون الكبير القاعده تقول لا نستطيع لا نستطيع مقارنه قصور مقاماتها مختلفه واش نديرو هنا راح نقوم بتوحيد المقامات تسمى راح نجعل القصور كل لها نفس المقام المشترك نطرح السؤال عليكم هذا من ديجا 25 لاحظوا بلي واش يبقى هكا علاه يبقى هكا لانه مقامه 24 صح ولا لا درك 7 على 12 لازم رد حتى هي المقام تاعها شكون هي 24 ولازم واحد على 8 حتى هي رد المقام تاعها 24 انا السؤال تاعي لكم راح تجاوبني انت الاسم تاعك رغيس رغيس راح تجاوبني رغيس واحد على 8 8 في واش نضربها رغيس باش ترجع 24 في 42 ضربها في 42 الشيخة قسم على 42 وعيد السؤال فك ماكش مركز رغيس 8 في واش العدد اللي مربوط باش يرجع 24 شفت زملائكم مش حافظين جو الضرب اتفضل انت يطلع 8 في واش الضرب باش ترجع يرجع المقام باش ترجع النتيجه 24 8 8 في واش نضربها باش ترجع النتيجه 24 تفضل في ثلاثة متفقين على ثلاثة شفتوا زملائك ما جاوبوش جو الضرب ما كانش ما كانش جو الضرب هذا للاسف الشديد هذه لاباس هذه لاباس تاع التحضير تاع الابتدائي طلبة يطلع المتوسط يطلع المتوسط لاباس زيرو يجلو الضرب مش حاضرين يقولوا 5 ب 7 يقول دقيقة أستاذ روح آلة حاسبة 5 ب 7 يقول 35 لازم يروح يتصل بآلة حاسبة لا بك لو كنا نقراو كنا نقراو جلو الضرب أو في الابتدائي لازم يتحفظ طول ما تدي الفراغ طول ما تدي ترجع حمرا لازم غدوة لازم يكون حافظ الضرب يقسموا لنا الأساتذة مثلا يقول لك من واحد لخمسة جلو الضرب تاع واحد تاع اثنين تاع اثنين تاع ثلاثة تاع أربعة تاع خمسة ويعطيك مهنة مثلا من بعد يقول تاع ستة تاع سبعة تاع ثمانية تاع تسعة وتاع عشرة ساعة تاع عشرة الطلبة اليوم شوف شنو الضرب مش حاضرين قلنا ثمانية في واش ضرب ترجع 24 كون جيت حاول الضرب تقول لي ثلاثة ثمانية في ثلاثة 24 دونك هنا واش ندير راح نضرب هنا الكسر هذا البسط يضرب في ثلاثة والمقام في ثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة هاي ثلاثة وثمانية في ثلاثة هاي 24 نرجع هنا 7 على 12 12 في واش نضربها 12 شوف اللي يقول الشيخ عندك عقوبة ما تش 12 في واش تضرب باش ترجع 24 تفضل يطلع في اثنين دونك هنا المرة الأولى ضربنا في ثلاثة هنا 12 في واش تضرب باش ترجع 24 ضرب في اثنين دونك روح الكسر هذا نضرب الكسر هذا في اثنين والمقام في اثنين رد بالك تضرب لتحت وتخلي فوق نضرب بسطا ومقاما لانه كسر او قاعد كي الميزان اذا بغيت تقيس البسط قيس المقام فهمت سبعه في اثنين كم 14 شوف نظرك الاولاد هل اصبحت القصور ثلاث قصور هل اصبحت متساويه المقام ولا هذا هو الهدف تاعي واش قال الاستاذ مامي لا نستطيع مقارنه قصور مقاماتها مختلفه عودوا معايا لا نستطيع واش رجع درك المقامات واش بيهم؟ متساوية صح ولا؟ صحيح علاه درنا هكا استاذ؟ لمقارنة قصور أو لمعرفة الكسر الأكبر واش نديرو هنا؟ يكفي أني نقارن كي يكون المقامات متشابهين يكفي أني نقارن البسط هذا مع البسط هذا مع البسط هذا شوفوا لي ترى شكون البسط الأكبر؟ هل هو ثلاثة؟ أم أربعة؟ 14 أم خمسة؟ ممكن تعرفوا الإجابة امكم تعرفوا الاجابه بالكسر البسط الاكبر شكون هو هو؟ 14
يعني شكون هو الاكثر استهلاكا، هل الكراء ام الاكل ام الملابس؟ 14 هذا مين جاني يقرا تعرفوك؟ نعاود السؤال، اي المصاريف اكثر استهلاكا؟ هي مصاريف نقولوا لا، المصاريف اكثر استهلاكا استهلاكا هي مصاريف الاكل. نجم نديروا التعليل لان 14 على 24 نجم نقارنوها، هي اكبر من 5 على 24 كما الاستاذ يقول قارن القصور، قارن بين مصاريف المصاريف دير الطريقه 4 على 25 24 14 على 24 عفوا اكبر من 5 على 24 اكبر من 3 على 24. اعيد اعيد كي حتى توصلنا وعرفنا بلي المصاريف الاكل، مصاريف الاكل هي الاكثر استهلاكا. كيفاش تعرفنا واش درنا في العكس؟ راني نسال روحي اي مسالكمش انتم انت مين؟ كي عرفت روحي بلي المصاريف الاكثر استهلاكا هي مصاريف الاكل، روح درت مقارنه بين الفصول. انا كي جيت ندير مقارنه بين الكوسور باللون الاسود هذا 1 على 8 و7 على 12 و5 على 14 لقيت بلي ما نجمش نقارن بيناتهم. لماذا؟ لماذا؟ لان مقاماتها مختلفه واش درنا؟ توحيد المقامات. تمام بون، هذه مش نشبوها في العقل الباطن، دائما نقراو ببرمجه العقل الباطن، نشبوها ثلاث اشخاص قاعد يجريو، هذا الشخص الاول وهذا الشخص الثاني وهذا الشخص الثالث صغير قاعد يجريو في الطريق، هذا فايت هذا وهذا فايت هذا. فهمين في ثلاث كاين واحد يجري هو الاول وراهم واحد وراهم واحد، احنا واش نديرو؟ بغيناهم يجريو في درجة صفر، يجريو في درجة صفر، كيفاش نديرو؟ نهضرو مع الثاني نقولو الحق ونهضرو مع الثالث نقولو الحق، كيفاش يلعبو؟ هذا 7 على 12 وهذا 1 على 8 واللي قدام اللي قدام خلاص هو 5 على 14. هذا كيفاش يلعبو؟ كاين عملية بسيطة نجمو نديروها، نعطيكم طريقة بسيطة باش تعرف أنت كيفاش الكسر هذا كيفاش كيفاش العدد اللي تضرب فيه. ديروا عملية قسمة، اقسموا 24 قسمة 8 قداش فيها؟ كم معنى الكسر هذا يضرب في كم؟ سهلة ولا؟ نعم. نعطيك الطريقة هذه كيف في واش تضرب هنا؟ اقسم 24 قسمة 12 قداش النتيجة؟ نعم. اقسم الكسر هذا يضرب في 2 سهلة ولا؟ نعم. واضح ولا مش واضح؟ نعم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعم. اشوف احنا لقينا الكسر شكون هو؟ المصاريف الأكثر استهلاكا هو مصاريف مصاريف الأكل. أمري هذه راه نخبيها باش نسحقها، نسحق زوج حوايج، نسحق الكسر الأم الوحدة اللي واش تفهمني عليه؟ 24 أو هذه هي الرسمي جماعة، هذه انتباهك هذه هي الرسمي، شفتوا الوضعية كل الوضعية كل رسمي تاعها وين راه؟ هاي الوضع الرسمي تاعها هي 24 24 مين جبنا 24 24 وعيد شكون اللي ما فهمش مين جبنا 24 24 شكون ما يفهمكم منكم اللي ما فهمش مين جبنا 24 على 24 ما فهمتهاش مين جبناها؟ فهمتها صح؟ أيهما أكبر 8 ولا 12 ولا 24 الكسر الكبير كيف 24 24 سموه الكسر الأم 24 ولا 24 كون جات هنا 8 وهنا 12 وهنا 50 هنا مثال 50 هنا واش هو الكسر؟ 50 خلاص كذا ما كاين سهل تسمى نحكموا شكون المقام الكبير ونكتبوا على شكل المقام المقام الكبير هي دائره مثال دائره تسمى نروح لوحده نكتبها دائره على دائره سهله هذا ما كاين ماشي حاجه صعبه فهمنا ايه ونعاود هذه نسحقوها قلنا تاع الكراء وش هي؟ 3 على 24 شو عليها بيع؟ وتاع الأكل 14 على 24 إيه؟ وتاع الملابس 5 على 24 نكتبوها هنا تحت وش هي تاع الملابس؟ 5 على 24 شوفوا عليها مليح الولاد هذا ونخدموا بها شفتوا ولاد التمرين الوضعية الكل تعتمد على زوج حوايج تعتمد على الكسر هذا الوحدة كسر الأم وتعتمد على القصور المشبهه المتشابهه، شوفوا عليها هناك اللي مقاماتها متشابهه عفوا القصور التي مقاماتها متشابهه ليست القصور متشابهه
مقاماتها متساويه 24 24 24. يفوت السؤال الثاني، ما هي مصاريف الاكل والكراء والملابس؟ يعني احنا نبداو نتكلموا برك على الدراهم، واش ندير؟ سهله خلاص، هذا سؤال بسيط. مصاريف، نبداو على الكراء، واش ندير؟ نحكي الشهريه تاعنا هي شكون هي؟ 42000 مضروبه في الكسر الذي يمثل شكون؟ كراء. يمثل كراء هو واحد على صحيح؟ ونلقى النتيجه هنا واش تساوي؟ واش بالدينار جزء بعد زيد مصاريف الاكل كيف كيف؟ واش قال لي الاستاذ؟ نحكي بالشهريه تاعنا مضروبه في واش؟ في 7 على 12، نحط النتيجه هنا بالدينار جزء زيد مصاريف الملابس نضرب الشهرية تاع بابا في واش؟ في 5 على 24، ونحط النتيجة هنا بالدينار جزء. واضحة ولا مش واضحة؟ أولا درنا لايف، درنا لايف باش تروح الدار، نحبك ترنين هذا، نحبك تعاود، نحبك تعاود، هذا هو الفرق تاعك، هذا هو الفرق تاع السنة الثانية المتوسطة، الوضعية هاي واش عندك؟ طيب نبدا على حسب، اضرب 42 في 1.8. تفضل. 42 قسمة 8. قداش؟ 42 قسمة 8. 5250. 5250. عاود تقسمو على حسب. 25 هكا تفرغ غلط. شفتوا بلي باللي اله بالاله حاسبه، بعد بالاله حاسبه وما تعرفوش تحسب. هاتيني اسال حاسبه. شيخ 5250. شيخ 5255. تقول لي شيخ 525. شحال اللي غلطي؟ يبين بلي النتيجه غلط. ها حط انا حاسبه تاعي. نعم احسنت انا. 40000 أصفار قسمة 8 تساوي 5250. 5250 دينار جزائري. تمام؟ يعني بالاخر بالصور تاعنا راح نقولوا 525. 525 هذه مصاريف تاع الكرة. تمام؟ بنفس الطريقة زين نديروا 42000 في 7 قسمة 12 24500. ها واضحة؟ بنفس الطريقة زين ندير 42000 675 قسمة في 5 قسمة 24 8750. وبالطريقة هذه جواب تاع السؤال ما هي مصاريف الأكل والكراء والأكل والملابس؟ شكون ما فهمش يا جماعة؟ الشهرية تاع بابا تضرب في الكسر. كيف تضرب في الكسر؟ هل نضرب أستاذ في 7 الأولى ولا نضرب في 12 الأولى؟ في 7 الأولى. في 7 مرة 12، هاك معايا هذا ولا؟ راني من بعد نسقسيكم، والله العظيم اللي تلقاه مش مركز معايا ونسقسيه وما يجاوبش راه يتوقف. ها هو الفرق تاعي. احنا علاش درنا لايف؟ درنا لايف اول حاجه الطالب لازم يركز مع الاستاذ، ركز ندير هيك وركز، مش انا هيك وعيني تلعب، ركز مع الاستاذ. الاستاذ هو قال يسقسي لازم نشوف شكون ما فهمش المصاريف كيف لقيناها. نضرب المبلغ تاع الشهريه في الكسر، كي نضرب في الكسر واش معناها؟ نضرب في البسط ونقسم على المقام، نضرب في البسط ونقسم على المقام. استاذ استاذ نضرب في القصور هذه جديده، نضرب في القصور يعطاه لي هو في الكونسول يعطيهم الخو. هذا ما عندهم خدمه واحده اخرى تعمل عليهم، عندهم خدمه من بعد. فهمي؟ نعم. فهمي؟ نفوتوا للسؤال رقم 3. اوجد الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي. المبلغ المتبقي، نسقسيك من الوجه. انت كي تروح للحانوت، رحت للحانوت، اعطيته مثال 20000. 20000. عمي 20000. احكم واش شريت، يقول لك واش عندك. شريت زوج تيبانات خبز مثال ب 2000 مثال مثال شريت قرعه مزهر
قرعة مزر ب5000 مثال 5000 الفين قداش؟ 7000 وشريت مثال مثلا نقولوا زوز أقلام كل قلم بلد تسمى 2000 و2000 4000 وزيد لها 5000 9000 قداش ترجع كسطر؟ كيف لقيت 11000؟ درتو عملية طرح كيف الطرح؟ نحكموا 20000 هذيك نديروا نقصوا منها ونفتحوا قوس خير كان سيست العملية في ولا نقصوا منها واش؟ الحوايج اللي شريناهم صح ولا وكيف راح نديروها؟ بس حنا قال هيك بالكسور خير بالكسر المتبقي أوجد الكسر يعني يهضر الكسور ولا يهضر المبلغ؟ كسور الكسر دونك نخدموا بهذا المبلغ أنا قاعد نقول لكم البلاد هذا هو الرسم كيقول لي ما هو المبلغ الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي نخدموا بالكسور أو قال ما هو الكسر صح شكون قال لك ما هو المبلغ المتبقي بالدينار؟ هل نخدموا بالكسور ولا نخدموا بهذا؟ بالدينار صح فهمت ولا ما فهمتوش؟ فهموا السؤال نصف الجواب قلت يا شيخ ما فهمتش اروح تبع معايا شو كيف راح ندير شو كيف راح ندير يبدو أن السؤال رقم واحد رقم ثلاثة إيجاد الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي واش نديرو؟ راح نديرو الكسر الأم شكون هو الكسر الأم؟ كي شغل هذه هي 20000 قلت كلام راح نقصوا منها مجموع ماذا؟ واش شريت؟ زوز خبزات زوز تيلوات وقرعة مزهر صح ولا اليوم 24 24 يمثل كسر هي الشهرية تاع بابا استاذ نعم استاذ انا ما درتش الشهرية تاع بابا انا ما كتبتش هنا 42 او قلت ما هو الكسر تسمى لازم تخدم واش الكسور هذه نسقسيكم عليها الباب من بعد يكون عليك التست راني جيت نقول لك قاعد جاوبني على كيفاه لقينا الكسر المتبقي لازم تقول لي هو 24 24 ونقصوا منها مجموع الكسور هاي نبدا نجم واش رايكم الكسور الداخل هل نكتبوا الكسور اللي عطاهم لي هو الكسور اللي عطاهم لي هو ولا نكتبوا الكسور اللي لقيناهم حنا جد صحيح لان واش المقامات متساويه دونك نجمع 3 مع 24 زائد 14 على 24 زائد 5 على 24 بصح كنت جمع لي هذا 1 على 8 مع 7 على 12 هل نستطيع نجمع الكسور مقاماتها غير متشابهه؟ لا نستطيع باش تجمع الكسور ولا تطرحهم ولا تقررهم لابد انه يكون مقام مشترك فهمت؟ 24 24 خليوها كيما هكاك ناقص هاي شنو هذا؟ نحتفظ بمقام مشترك ونجمع شاف زيد 14 نعم 17 زيد 5 لاحظ الكسرين لهما نفس المقام المشترك نحتفظ به هو 24 ونطرح البسط بالبسط 24 ناقص 20 تفضل على اثنين ممتاز هذا يقبل قسمه على اثنين يقبل قسمه على اثنين واش رجع لي الكسر؟ اثنين قسمه اثنين واحد و24 قسمه اثنين كم؟ يعني بغيت تخليه 2 ل 24 حتى هو صحيح لكن ماكش غلط لكن من الاحسن انك تكتبه على ابسط شكل ممكن بابا صرف للاكل منك راه الشهريه تاعو الكسر يمثل ما تقاله في الشهريه هو واحد على فرنك ثاني السؤال الرابع قال لك احسب بطريقتي المبلغ المتبقي بالدينار الطريقه الاولى تعرفوها كل الطريقه تاع سنه الرابعه ابتدائي بابا يخلص 2200 وشبنا كبيت واش صرف طاولة مجموعة لكن أحسن طريقة واش ندير؟ مادام هذا المبلغ المتبقي الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي مباشرة راح نضرب 4200 في 1 على 12 راح يعطيني ديريكتومون واش ضد نشوفها بطريقة هاي خليها كيك الكسر المتبقي باش كنسحبو نخدمو به الطريقة واش سوار واش قالنا سوار حساب المبلغ
المتبقى بالدينار وقطعي الطريقة الأولى، طريقة نمبر 1. واش راح ندير؟ راح نطرح الشهرية تاع بابا اللي هي 4200، نقصوا منها مجموع المصاريف تاع الأكل وتاع الكراء وتاع الملابس. طيب عاودوا منو عليا كيفاش واش لقينا الماء تاع اش على حسب قداش لقينا المبلغ تاع الكراء؟ عاودوا ديروا 42000 قسمة 8 قداش؟ 5000. هاك 5250 زيدوا لها واش؟ زيدوا لي تاع الاكل هذا ديروا 42000 في 7 قسمة 12. احنا نعاودوا ميم طون باش الطلبة ريفيزيو اللي ما فهمش كبير قداش تاع المصاريف تاع الاكل؟ 24000 زين زيدوا لي تاع الملابس ديروا 42000 في 5 قسم 24 حسبناها قبيل 8750 8750 اش معهم هنا؟ اش معهم الحسبة؟ قلنا قبلت الأخرى 5250 دونك هنا واش تبقى البابا 3 ملايين و 850. عفوا ديروا ذاك 4 ملايين و200 ناقص 3 ملايين و850 ما طرحناش نسينا ما طرحناش عفوا هذا المجموع هذا برك 3 ملايين و850 ديروا 42000 نقصوا منها 8 38500. شي كلش 3500. على كل حال كانت الطريقه الثانيه نتاكدوا اسكو رانا صحاح ولا غلطين. الطريقه الثانيه دونك هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه واش ندير؟ شكون يقول لي كيفاش ندير الطريقه الثانيه باش نلقى المبلغ المتبقي بالدينار؟ علما ان عندي الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي. هذا ماذا يمثل؟ يمثل الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي. كيف نلقى المبلغ المتبقي؟ واش ندير؟ تفضل. 4200 ناقص 41000 ناقص ناقص ازرق ازرق شيخ تفضل. ممتاز نضربها في الكسر الذي مبلغ يمثل مبلغ المتبقى. امين طيب ديروا 42000 قسمة 12 يعني في 1 قسمة 12 كم؟ 42000 قسمة 12 شو تراها نفس النتيجة ولا؟ نعم شوف على نفس النتيجة ولا؟ نعم دونك هذه اسمها الطريقة الثانية الطريقة الثانية دونك كيف لقينا واش اسمه؟ لقينا المبلغ بطريقة ثانية ضربنا الشهرية تاع بابا في الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي هذا اسمه الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي نظر مباشرة الشهرية تاع بابا في الكسر راح نلقى المبلغ المتبقي أما الطريقة الأولى الطريقة تاع سنة الرابعة ابتدائي اسمها الطريقة تاع الصرف طريقة الصرف واش نديرو؟ نجيبو قداش يخلص بابا ونقصو منو واش صرف فيه شهر هذا تاع الكرا هذا تاع الاخر نلقى قداه في قد ساعة ولا هذه تاع السنة الرابعة ابتدائي تمام مبلغ الكلي نقصو منو مجموع المصاريف أما هذه الطريقة تاع الكسور الطريقة تاعها أنه نضرب الشهرية تاع بابا في الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي آخر سؤال وسؤال مليح قلت إذا تدخل هذا الموظف كل مبلغ المتبقي يعني هذا قاعد يخبيه ها قداش تقلب 350000 فجأة كل مرة يخبي 350 قلت 350 قداش لازم له من شهرية باش يشتري ماشينة لابي هذه تضربها 21000
قداش قداش لازم لهم الشهر؟ تفضل. كيف لقيتها؟ ممتاز، أعطينا التحية بخير. نعطيك مثال، نعطيك مثال. باباك كل مرة كل يوم يعطيك الفرق مصروف. الفرق مصروف. طيب؟ كل يوم يعطيك الفرق. وأنت بغيت تشري لعبة، لعبة مليحة، تسوى 15000. 15. قداش لازمك اليوم باش تشري اللعبة هذه؟ 15000. ديروا 15 قسمة 1000 تلقاها 15000. مثال كل بابا كل يوم يعطيني 2000 فرنك 2000 وانا باغي نشري واحد اللعبة تسوى 24000. قداش لازمني اليوم باش نشري اللعبة هذه؟ قولوا لي الساعة وشي العملية، العملية بعدها. تفضل. شيخ 24000 قسمة 2000. صح 24000 هو الثمن تاع اللعبة قسمة 2000 فرنك. نلقى بلي قداش عندي؟ 12. دونك لازمني 12 اليوم. تركيا ماشي نظام يتسوى 2100 2100 وهو كل يوم يخبي كل شهر عنده يفضل 350. قداش الشهر باش يشتري غسالة؟ واش راه نديرو؟ واش نديرو؟ الشيخ هذا السؤال رقم 5. سؤال 5 آخر سؤال. هذا السؤال رقم 5. كم من شهر من عدد الأشهر يشتري الغسالة؟ واش ندير؟ راح نقسم المبلغ تاع الغسالة اللي هو 221000 قسمة مبلغ الدهار تاع كل شهر اللي هو 300 3500. لاحظوا تزوج زوج صفارها مع زوج صفارها 210 قسمة 35 كم؟ ديال 210 قسمة 35 أسرع. 6 قد 6 تساوي 6. دونك هنا واش لازم له؟ 6 موا. لازم له 6 أشهر. 6 أشهر 6 موا ماذا؟ لشراء هذه الغسالة. كون حاب نتأكدوا يا جماعة ديروا عملية حسابية أضربوا 6 في 3500. نحبوا نديروا نتحققوا أضرب 6 في 3500 كم؟ كم؟ اللي هو مبلغ الغسالة. هذا هو الفرق تاعكم. درك يا جماعة على درت لكم لايف أنا، على درنا لايف. أول حاجة باش تروح الدار تعاود. ثاني حاجة باش ما تنساش، أون كان نسيت ولا رجعت الفيديو شي هو حاجة مليحة في الفيديو شي هو. عاود مرة، زيد عاود مرة، زيد تفهم ولا ما تفهمش؟ تعاود مرة، زيد تعاود، زيد تعاود، زيد. أنا درك نعطيكم نعطيكم لب المال اللب تاع الوضعيه هذه وش هو؟ اللب تاعها هو في ثلاثه، في زوج حوايج، زوج حوايج. الحاجه الاولى انك لازم تعرف الكسر الوحده اللي جبناه وفهمتوه كل ضرب ياك ولا هو اكبر مقام مقام تاع الكسر ها 24. هذا اللب الاول 24 24. ثاني حاجه كيفاه ترجع الكسور كل ترجعها وشناها مقاماتها متساويه. توحيد مقامات، شوفوا الكسر الواحد على 8 عليه اطرح السؤال نفسك، علاه ضربنا في 3 على 3 علاه؟ علاه ما ضربناش في 5؟ علاه ما ضربناش في 2؟ بالعالي 8 في 3 باش تعطيك؟ 14. هنا 12، علاه ضربناها في 3 في 2؟ باش 12 في 2 يعني راني دائما باغي نوصل من هاي المقام الأم وهنا 14 ها، دائما باغي نوصل لمقام الأم. كي تحكم انت المقامات كل ترجعها متساوي 24 24 24، أول حاجة لا تنجم تقارن شكون هو الكسر الأكبر ولا تقارن الكسور. ثاني حاجه تنجم تعرف او تحسب خاصة اكبر حاجه مهمه جدا ما يعرفوهاش الطلبه هو الكسر الذي يمثل المبلغ المتبقي. باش تخدمه لازم دير 24 24 كما درنا قبل وتنقص منها مجموع الكسور. وضع ولا؟ نعم. مفهوم؟ نعم. صلى على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. طلبة نعطيك نصيحة برك، في نصيحة نزيد نقولوها للطلبة تاعنا. فرد حاجة نوصيكم عليها إذا بغيتوا تربحوا ولادي. ديروا لا باز يا جماعة. أني قاعد نشوف طلبة في سنة الخامسة ابتدائي من السنة الأولى للسنة الخامسة لا باز ما كانش، وكأنه بعض الطلبة وكأنه ما قراوش الابتدائي. شنو الضرب واش حافظينه؟ بعض المساحات البسيطة مش حافظينها. قواعد تاع
كيفاش نضربوا منه ما كانش سوم ترى ورحت لباز ورحت لباز لازم طرد لازم تكون عنده لباز مليحه متينه متينه مفهوم مش نروح بعيد ان شاء الله اما اذا كانت لباز تاعي مش مليحه كيف راح نروح مثلا نطلع نروح مع السنه الرابعه متوسط نروح بوش نروح فرق راح نروح فرق لازم ما نخممش العلامه برك نخمم على لباز نخمم على لباز السلام عليكم.